لك على حاجة شاشة أكتر التلفزيون من كده بكتير جدا. لما تقعد بنوتة بتشوف المسلسل بتاع حنان، وحنان بالنسبة لها أنا عايزة ألغي فكرة القدوة دي يا جماعة. مع احترامي للجميع، مع احترامي للجميع، أرجعوا الأمور لأصلها. الأصل بيقول يعني القدوة ستنا مريم، في المسلمين القدوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته. فأنا لما أجي النهاردة بص كانت بتعمل إيه وكذا 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 وكذا، أنا لو بنوتة وبشوف حنان المحجبة اللي شايفة إنها ما شاء الله دي محجبة، وتيجي مثلا حد يمسكها، صاحبها لو مسكها في الجامعة، صديقها لو مسكها في الجامعة، ها مش هتقول له حاجة، مش هتقول له أوعى إيدك أنا محجبة، وده خطر قوي، ده خطر جدا، ده خطر قوي، لأن إحنا بنوصل يعني ممكن شيء